هذه رأت أختها المطلقة كأنها يعني طلع لها شعر في أذنها وأصبح مثل الزلف، يعني أشبه بالرجال. فأقول أن الأذن إنما هي البنت، وإنما هي أحيانا تفسر الأخت. فخروج الشعر بهذه الطريقة على غير العادة التي خلق الله سبحانه وتعالى النساء عليها، فإنما هي يعني إصابات بالعين وكلام تسمعه من قريب أو من بعيد. طيب، فبالتالي إن كانت تعرضت لشيء من الأذى وكان هذا الأذى سبب لطلاقها، فعليها بالرقية الشرعية، وإذا التزمت بها إن شاء الله قد تعافى وتشافى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والعلم عند الله. نعم. إيه نعم نعم. تفضل أبو ناصر من المملكة العربية السعودية. يا مرحبا، حياك الله أبو ناصر. شيخ سامر طيب. خير وعافية، الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله. ضدك خير بس مختلف، الله يحفظك. تفضل، الله يسلمك. أول شيء قبل 20 يوم شفت الملك عبد الله الله يحفظه داخل علي لابس قميص أسود ويصفي عن أحوالي. الرؤية الثانية أشوف خالي متوفى الله يرحمه جاينا وشكله تعبان وشوفه زعلان، يقول لي حاجة في نفسي بسويها ولا أن جاوبتها. هذه الرؤية الله يحفظك. إن شاء الله، حياك الله أبو ناصر. هذه الرؤية بالنسبة للملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وفي حياته وألبسه لباس الصحة والعافية. رؤيته في المنام تدل على التوفيق لك يا أبو ناصر في باب الطاعة والعبادة. اسم عبد الله من أحب الأسماء إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والبشت في المنام يفسر بالرئاسة وبالوجاهة والتقاء مع الوجهاء، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له بردة أشبه بالبشت كان يلبسها للضيوف عليه الصلاة والسلام، فيدل على وجهه. اللون الأسود في البشت يعبر في المنام بالوجاهة وبالرئاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عمامة سوداء. أما رؤية الخال المتوفي رحمه الله كونه أنه متعب وكذا، ينظر في حاله، إن كان يعني عليه دين، عليه شيء من الحقوق، له شيء من الحقوق، لابد أن تسوى أوضاعة، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فإذا كان هذا الشهيد هذا وضع في قبره، ما بالك بغير الشهداء. نعم، والعلم عند الله. نعم. نعم، هذا رجل يعني مستقيم على الطاعة ومؤذن في الواقع، رأى كأن البلاد يعني كلها حشرات وحشرات مرعبة، وكأن الناس يعني خائفين من هذا الأمر. أقول بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، وأن يبعد عنا الهموم والأحزان والأمراض والأوجاع والأسقام، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. هذه الرؤى والله يا أخي، يعني إذا كنت أنت رأيت هذه الرؤية قبل فترة، مثلا قبل شهر وشهرين، والآن قصصت هذه الرؤية، لعل ما مضى من ناحية الأمراض وإشاعة الأخبار في هذه الأمور قد يكون هذا الأمر. وإن شاء الله رأى، سمعنا كثيرا من الرؤى الطيبة التي تبشر أهل البلد إن شاء الله بالرغد العيش وبالتوفيق وبرفع إن شاء الله جميع البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.